السيناريو ايه يا كريم؟ يعني نعم تشرح لي كده، وازاي ممكن عدم مشاركه الاهلي بعد ماتش الزمالك اخر ماتش في يلعبوا في الدوري ممكن تاثر على فكره تحديد هويه بطل النسخه الحاليه من الدوري المصري؟ هو الاكيد مليون في الميه ان النادي الاهلي بعد مباراه يوم الاثنين امام نادي الزمالك مش هيلعب اي مباراه محليه لغايه نهايه شهر مايو. تمام. وطبعا واحنا المفروض عندنا توقف في خلال شهر يونيو بالظبط، فاول مباراه هتلاقيها للنادي الاهلي يرجع اعتقد على 22 يونيو اخر شهر 6 بالظبط. فبالتالي الاكيد يا احمد ان النادي الاهلي ونادي الزمالك عمرهم ما هيتساووا في عدد المباريات اللي الاثنين لعبوهم مع بعض غير في شهر 8. تمام. يعني مثلا واحنا بنتكلم، خلي بالك تاني هنا بركز في التواريخ ان التواريخ اهم حاجه، لازم نبعت يوم 30 يونيو اسماء الفرق اللي هتستنى افريقيا اللي هو قبل شهر 8 يعني، ولازم نبعت يوم 30 يوليو القوائم بتاعه الاربع فرق. تمام. قوائم اللعيبه اللي هتشارك في البطوله طبعاً. يعني يعني لو في اي نسبه ان الدوري اقول نسبه مثلا، انا والله بفترض اي نسبه ان الدوري يتلغي، عمر الاهلي والزمالك ما هيتساووا في المباريات. لن يحدث. السؤال هنا بقى فرق المباريات هيبقى كام؟ يعني مثلا لما انا جيت قلت تطبيق الجدار الرياضيه في فرنسا وهولندا كانت الفرق تساووا مع بعض وخلصوا الدور الاول. تمام. فموضوع واضح ما حدش هيعترض على شيء، وده الفير، ده العدل للجميع. طيب العدل ان انا اكون لعبت نفس عدد لعبنا المباريات زي بعض. طبعا وفي فجوه كمان، وفي فجوه نقاط، فجوه كبيره. لكن هنا الاكيد ان الفجوه ما بين الاهلي والزمالك، مثلا الاهلي هيلعب ماتشين سان داونز، نادي الزمالك يعني للاسف خرج من دوري الابطال وما عندوش مشاركات افريقيه. بعد النادي الاهلي ما يخلص دور الثمانيه هيروح يلعب ماتش السوبر. مظبوط. نادي الزمالك بقى خلال الفتره دي هيلعب لا يقل عن من 4 لـ5 مباريات على المستوى المحلي. في حين النادي الاهلي هيبقى هولت ما بيلعبش. فبالتالي الريتنج بتاع نادي الزمالك كل ما هو بيحقق مكاسب الريتنج بتاعه هيعلى اكيد. النادي الاهلي بصفته المنافس المباشر لنادي الزمالك معمول له هولد. وهنا يوضح لنا النادي، يعني النادي الاهلي طبعا غصب عنه عشان يركز في ماتشات افريقيا، اتحاد الكوره قابل طلب النادي الاهلي بابتسامه واسعه ورضا كامل، وطلب من انديه الدوري انهم يحذوا حذو النادي ده البيان النادي الاهلي انهم يلعبوا المباريات اللي جايه في شهر 7 وشهر 8 بدون اللاعبين الدوليين. طب السؤال هنا، هل تضمن لي ان المسابقه هتكمل لغايه الاولمبياد؟ وهتحل معضله القوائم ازاي؟ وهتفتح القيد المحلي ازاي للانديه؟ دي كلها. قبل ما تجاوب لي على السؤال الاول، جاوب لي على الاسئله دي عشان لما نيجي نقول ده في امكانيه يا جماعه ان احنا نلغي او نطبق الجدار الرياضيه، يبقى الفرقتين فعلا قدروا يوصلوا لعدد نفس العدد من المباريات. كل الاسئله